كان لافير ديال الاسماء المنور عنده الزين انا اللي غناتها غناتها تكلموا معها هضروا معها شفتها في انترنيت شفتها مش شفتها القضيه هذه شفتها غناتها الاصليه اللي غناتها ديال عنده الزين ديال اسماء المنور سمعتها سمعتها الاصليه السيده المراه اللي غناتها هي الاولى مشاو هضروا معها تكلموا معها قالت لهم انا ما عندي مشكل التراث هو التراث قلت لهم انايا قلت لهم انا الناس كيجوا عندي كيقولوا لي دعي اسماء المنور دعيها قلت لهم لا انا اش عندي انا بالعكس اغنيه زوينه يجيهم هاد الناس واش اللي كاين لا خص بنادم يفكر بوزيتيف كما قلتي لا شونسون لا شونسون دايره واحد الانسان في واحد الوقيته شرف كبير انه واحد اخر تاع يجي ويعاودها ويعطيها للشباب بطريقه واحده اخرى واللي كان اللي كناكد انا على الناس الا كانوا بحال هكا تيديروا لي كومونتير ولا تيخليو بالعكس حيت انا الناس لقيتهم ما عارفينش بلي لا شونسون راه كانت قديمه كي اللي كيتسحب لي دابا لا شونسون ديال اسماء النور فهمتني فوالا ولكن الدور ديال الناس بحال هكا هو يحاولوا يلاقي بين هذيك لانه اسماء النور باش تفكر في هذيك الاغنيه ترجع لهذاك الوقت وهي عندها ريبرتوار كبير سي ديجا فيها تفكير فيها فكر كبير مزيانه زوينه مزيانه هذا الفيرسو اوريجينال ديالها فاتحه اللي غناتها زين عنده الحمام دايرو في اخويا نقول لك تحيه لاي واحد محافظ على التراث ديالو باش نقول لك معلومه اخويا خشان شي موت الا مات اخويا راه غنتحاسبوا عليه واحد راه دابا هذاك المحاسبه اللي تيتحاسبوا الناس بيناتهم هذاك الشيء علاش ما بقاتش الحلاوه نزول مالي هذا الاغاني بحال هكذا لاحظتوا انا الواحد فاش كتصن شي اغنيه شعبيه بحال هكذا بحال كيف مثلا امين عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو كتولي راسك اللي من اليسر اللي من اليسر عرفتي علاش عرفتي علاش عرفتي علاش حيت ما كتعرف تسمع من اليمين ولا من اليسريه فهمتي كتقاد لا هو الشعبي الشعبي تيقول لك كتصنت ليه كتسمع ديك النوطه فرك دير ديك بلاتي اش غيطلع هو تيطلع لك في الريتم ثاني ايوا عريس سمار فهمتيني هذه كتكون في بمرات في العراسات كيبان العراسات كيكونوا شويه عراسات كلاس فهمتيني كلاس ان بو فهمتيني مع لانفيتاسيون ريسو بار ميل و تو سا في كونفيرمي سي فو بلي نو با رامني د اباري فوتو وي ماشي تقول با 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 اي لي جون ماشي تقول با وي الناس في اللور كيجيو تشوا مو تري كلاس بونجور سوار سا با مبارك مسيو لكن بالخير ايش يبدا شي تبدا تجرتي راه البنين فهمتيني وديبي ان دي جي سوا بون سي فري الامبيونس سي با فريمون ترو سا كي جي هذاك خينا عرفتي كيف لك راسه الخاويه في الاول فيها غير كراسه ولي زانسترومون فهمتيني حتى كتبو جايين عنده اطاره جيب اطاره وكيجي كيشد الميكرو كما كاين ما كيسلمش ما كاين لا السلام لا السلام عليكم مبارك مسعود لا والو فهمتي واحد عارف راسو النتيجه غتكون مزيانه عارف راسو كيش كما عندك كيتشم جاي صافي كيشوف ما كيهضرش مع الامام ما كيهضرش معاهم كيشوف فيهم وبلاتي بلاتي اخويا مومود هاد الكاع ما فايتش مترو 50 معلوم من الارض بعدا معلوم الفرقه ديالو ما كيهضرش معاه هو كاع خاصم معاهم واصل فهمتي غير كيشوف لهم الشوفه اللي غنبداو صافي راه كيشوف فيه من في واحد شكون من الدربوقه اللي كيترونسميت الميساج للجميع دراري والله ما دايرها اجمع الاخرين وي بون سي فري كو بغي عنده الحمام دايرو في دارو مشات الكرافاتات الفينيت تلون وطاحوا النار وكل وفي الاخر كيبان لك الحقيقه انه ما جابش مع كارت الكيشي ديالو ولا الكارت الكريديت كارد ديالو تيجبد البسطام وتيجبد منو 4000 ريال وتيبدا تيخرج فيه الفيز السخاء تقول ديك الساعه السخاء والرخاء هذه هي الغرامه الوحيده اللي كيخلصها المغربي في خوات هو فرحان دونك عندي واحد الحل الا بغيتو الناس بغيو يخلصوا الغرامات في الطريق والغرامه فاش يحرق الدور الغرامه خاص يحرق شي جاي عنده فهمتي عندك مخالفه حرقتي الدور حرقتي الدور اجي اجي لعندي هاك الساعه اللي خلص عنده الحمام دايرو في دارو عنده الزين عنده الفلاس دايرو في جيبو
غادي يخلص ما كاين لا غالي عليا لا والو ما كاينش مشكل غادي يخلص تخلص غرامه خويا تخلصها